نور، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك كابتن. الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ خلاص الحمد لله، رجعت للنادي الاهلي تاني من جديد. الحمد لله ان شاء الله، يعني اول ما الفرقه ترجع ان شاء الله هبدا التمرين مع الفرقه ان شاء الله. هل اتكلمت معاهم خلاص؟ يعني مارتينيولي اتكلم معاك ان انت موجود معاه الموسم الجاي ان شاء الله؟ لا، هو ما الراجل ما اتكلمش معايا شخصيا، هم بلغوني ان انا هبدا التمرين مع الفرقه ان شاء الله من يوم الخميس اللي هو بعد ما يرجعوا ان شاء الله من المغرب من مصر ان شاء الله. اعتقد ان دي حاجه اسعدتك، يعني انت عملت موسم كويس قوي في طلائع الجيش السنه دي، وبالذات اللي بيطلع اعاره من النادي الاهلي والزمالك خصوصا بعد اللائحه الجديده دي، ما اعتقدش هيبقى فيه اعارات كتير، اعتقد ان هو يا هيبقى فيه عرض البيع يا اللعيب هيبقى موجود، فكون انت تنزل تمرين والاهلي يتمسك بيك اعتقد دي حاجه بتسعدك يعني. ايوه طبعا، وجايه كمان في توقيت كويس ان شاء الله. انا اتجوز يوم الاثنين وان شاء الله، يعني انا بعزم حضرتك طبعا على الهواء قدام الناس كلها، فلازم حضرتك تبقى موجود ان شاء الله. انت خلصت مشكله التجنيد يا محمد ولا لسه؟ الموضوع خلص، بس هو لسه بس الباسبور والتصريح الحاجات دي اللي زي ما نادي الجيش قال لي يعني بالظبط. مبروك مقدما على الجواز ان شاء الله، هتتجوز يوم الاثنين. ان شاء الله، وحضرتك لازم تشرفنا ان شاء الله في المنصوره ان شاء ده الله. فوق دماغي من فوق، شرف ليا، تحت امرك ان شاء الله. لازم احنا نتشرف بحضرتك يعني. لا ده شرف ليا يا محمد، ازاي؟ ربنا يخليك. طب انت دلوقتي هتنزل التمرين ازاي، او هتاخد اجازه قد ايه؟ يعني هتتجوز تقعد قد ايه تاخد اجازه؟ انا ان شاء الله هنزل التمرين يوم الخميس ان شاء الله. يعني هتتجوز الاثنين وتنزل التمرين الخميس؟ ان شاء الله موجود مع الفرقه الخميس ان شاء الله. طب خد لك اسبوع 10 ايام كده. لا بقى، ما انت عارف ان الاهلي ما فيش بتاع 10 ايام دي خالص. حد بيتجوز وياخد شهر عسل 3 ايام؟ احنا بقى لعيبه النادي الاهلي كده، حضرتك اكيد عارف يعني النادي الاهلي والجو اللي بيبقى موجود فيه والجمهور ما بيستحملش، فلازم الواحد يكون جاهز في اي وقت. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك يا كابتن، وشرفت بحضرتك. ربنا يخليك حبيبي، الف مبروك ان شاء الله، وربنا يوفقك كده ان شاء الله في الجواز ومع الاهلي تتالق كده ان شاء الله باذن الله. بشكرك ان شاء الله. بشكرك يا محمد، محمد رزق نجم النادي الاهلي العائد من جديد من طلائع الجيش، اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. الاهلي بيمنح ميدو